بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، شرعنا في المرة السابقة في الكلام على توحيد الأسماء والصفات، وقول الشيخ رحمه الله يقوم هذا النوع من التوحيد على أسس ثلاثة. تكلمنا على الأساس الأول منها، وهو أن أسماء الله عز وجل وصفاته كلها توقيفية، لا يجوز إطلاق شيء منها على الله في الإثبات أو في النفي إلا بإذن من الشرع. يقول رحمه الله: الأساس الثاني أن الله عز وجل في كل ما ثبت له من الأسماء والصفات لا يماثل شيئا من خلقه ولا يماثله شيء، بل كل ما ثبت له من صفات الكمال التي وردت بها النصوص الصريحة من الكتاب والسنة فهو مختص به لا يشركه فيها أحد من خلقه. وليس معنى هذا أن ما يطلق على الرب أو على صفاته من أسماء لا يسمى به غيره، فقد يكون الاسم مشتركا بينه وبين غيره أو بين صفته وصفة غيره، ولكن هذا الاشتراك في الاسم لا يوجب مماثلة المخلوقين له فيما دلت عليه هذه الأسماء. فتسميته تعالى عالما وتسمية العبد عالما لا يوجب مماثلة علم الله لعلم العبد، وكذا تسميته تعالى مريدا طبعا أو وصفه بالإرادة، إن ده ينطبق عليه إن إيه؟ كلام اللي ذكرناه في المرة السابقة، إن الإرادة ليست مدح من كل وجه، فلا يقال أن الله عز وجل هو المريد هكذا مطلقا، بل نقول أنه يريد، أن له إرادة، فهو مريد بمعنى أن له إرادة، ولكن لا يقال هذا بإطلاق، لأن الإرادة ليست أن يكون قد يريد الحق وقد يريد غيره، فلا يقل عن عز وجل المريد بإطلاق. المقصود وصفه بالإرادة، كذا تسميته تعالى مريدا وحيا وسميعا وبصيرا متكلما إلى غير ذلك من الأسماء التي قد تطلق على المخلوقين، لا يوجب أن تكون إرادتهم كإرادته ولا حياتهم كحياته إلى آخره. وأنا أقرر أمري أن الله عز وجل ليس كمثله شيء، ده قاعدة، أن الله عز وجل لا يشبه أحدا من خلقه. واحتراز، وده احتراز مهم جدا لأنه قد يترتب عليه وجود شبهات عند بعض القائدين في هذا الباب من المتكلمين وغيرهم، إن احنا عندما نقرر أن الله عز وجل لا يماثله شيء وليس كمثله شيء، ليس معنى ذلك إن هذا يلزم منه أننا متى سمينا الله باسم لا يجوز ان يسمى به البشر، ومتى وصفنا الله بصفه لا يجوز ان يوصف بها البشر، ليس هذا هو المقصود، بل يوصف الله عز وجل بصفات يوصف البشر بمثلها، ولكن حقيقه هذه الصفه غير حقيقه تلك الصفه. ليس كمثله شيء اي لا يشابهه في اسمائه ولا في صفاته عز وجل احد، لكن كون ان تنسب الصفه الى الله عز وجل وينسب مثلها للمخلوق فهذا من باب الاشتراك اللفظي، هذا من باب الاشتراك اللفظي ولا يقتضي هذا مماثلة. ودي قضية محورية جدا عند يعني بحث هذه القضية، وسيأتي الكلام عند شبهات بعض المتكلمين الذين قاضوا في هذا الباب بغير علم. فهنا في قضية، احنا قلنا لما جينا نتكلم على الاسماء والصفات قلنا الاسم علم يدل على ذات، والصفة وصف القائم بالذات. ممكن الصفة الواحدة يعني تذييل لهذا الكلام نقول ان الصفة الواحدة تنسبها لأكثر من ذات، فتأخذ في كل مرة حقيقة مختلفة،
وكيفية مختلفة. وهذا يكون من باب الاشتراك اللفظي او الادق ان نقول المتواطئ اللفظي، ان الفاظ تطلق على عدة معاني لوجود رابطة جامعة بينها. كمثال تقول رأس الجبل ورأس الامر ورأس الانسان ورأس الحيوان. هنا كلمة رأس دي لها معنى ذهني اجمالي، مش واخد صورة نهائية غير لما تنسبه لايه؟ لذات بعيد. القدر الاجمالي اللي في الذهن ده هو ده القدر المتواطئ بين كل الالفاظ دي. وان كلمة رأس عموما اينما نسبت لشيء فبتدور حول معاني الرفعة، العزة، الاهمية، يعني شيء من هذا. لكن مش هتاخد الصورة النهائية اللي انت اول ما تتقلك ينفرد ذهنك لشكل معين او لطريقة معينة الا لما تقول رأس كذا. تقول رأس وتسكت، احيانا هو اللي بيحصل ان يصدق لذهنك كلمة كأن اللي قدامك قال رأس الانسان. لكن لو انت فعلا بقى ما قدرتش محذوف وسمعت كلمة رأس كده انسان قال رأس وسكت، مش ممكن يتكون في ذهنك صورة معينة. بل اللي سبق لذهنك ان اللي هيتقال حاجة بالنسبة للذات اللي هتتقال بعديها حاجة مهمة او عالية او مرتفعة او نحو ذلك. رأس الجبل هتبقى قمته، رأس الامر يعني اهم شيء فيه، رأس الانسان دي جارحة معروفة لها شكل معين، رأس الحيوان الفلاني دي ايضا جارحة معروفة لها شكل معين، وهكذا. فاذا اللفظ او الصفة تنسب لاكثر من ذات، هي نفس الصفة ولكن حقيقتها تختلف تماما. القدر اللي موجود في الصفة قبل ما تضيفها الذات، لما تقول رأس وتسكت ده معنى متواطئ لكلمة رأس. ايه اللي جاب ذهنك لما قلت رأس وسكت؟ ده بنقول ده قدر متواطئ من كلمة رأس اينما وجدت. وبعدين الكيفية بقى هتتحدد لما تقول رأس ايه؟ رأس الجبل، رأس الطريق، رأس الامر، رأس وهكذا. مثلا لما تقول الطيران، مثال مثلا تقول الطيران، في قدر معين ينصرف الذهن اليه لما نقول طار او يطير. لكن تيجي تتكلم بقى على فراشة ولا على عصفور ولا على نسر ولا على طائرة، ده كان الطائرة هذه ينطبق عليها كلمة طيران اللي كان بيقولوها الناس قبل ما يشوفوا الايه؟ الطائرة. ولم يكن يضرب خلد واحد منهم مطلقا ان ايه؟ ان ممكن يبقى في كيفية طيران بهذه الهيئة. المظلات مثلا، الطيران الصراعي، يعني ديك امثلة كل دي لغة ينطبق عليها مسمى الايه؟ الطيران، وكيفيات مختلفة تماما. وبعضها في وقت من الاوقات كان خارج تصور البشر. لما يقولوا طيران هيجي الذهن وهتقول تقول طاره، هتقول طاره ايه؟ طاره العصفور ولا النسر ولا الفراشه؟ وده عكس طيران ايه؟ هو مستوعبه. ويظل ان كلمه طيران تستوعب صوره طيران الطائره وصوره طيران المظله وصوره طيران الايه؟ الطائره الصراعيه وهكذا، كيفيات لم تكن لتضرب خلد البشر في ذلك الوقت. وكما ذكرنا يعني ايات الله عز وجل في الكون اكثر من ان تصور، وما من مساله غيبيه الا وتجد ان من رحمه من الله بالعباد يوجد في المحسوس ما يقررها. يعني لما يجي نقول لك عليك ان تؤمن بصفات الله عز وجل وتقطع الطمع عن ادراك كيفيتها، مش هتفهم. خد عندك الامثله زي اللي في يوم من الايام كان معنى الطيران كمعنى موجود، وصور من صور الطيران ما كانش ممكن مطلقا تدور بكل ايه؟ بشر. وما زالت دي لغه اسمها طيران، ولما وجدت وتعرفت صارت متصوره تماما ايه؟ للذهن، وواضحه ومعروفه وهكذا. فاذا الصفه لها معنى في الذهن. المعنى ده اشبه بالسائل اللي ما قالوش شكل، لما تحطه في اناء ياخد شكله، اناء مثلا على مضلع بشكل معين ياخد شكله، تكبه في اناء تاني ياخد شكله، وهكذا. فاللفظ مش ماخد صورته النهائيه. لما تقوله
بينصرف ذهنك الى معنى معين، لكن كيفية لم ينصرف الذهن اليها ولا يتم تصور الكيفية التامة الا بعد اضافة هذه الصفة اليه الى الاسم. انا بيقرر امرين او بيقرر امر وبيحترز من ان يفهم خطأ. ما دي ايه؟ هو ده بيت القصيد في المسألة. لما نقرر ان الله عز وجل ليس كمثله شيء بنحترز ان انا خلاص ليس كمثله شيء، اختار حاجة من اثنين، يتسمي الله سميع يتسمي المخلوق سميع. ما ينفعش نسمي الله عز وجل سميع ونقول على المخلوق ان هو ايه؟ سميع، لان كده هيتعارض مع قوله تعالى ليس كمثله ايه؟ شيء. نقول لا، ده انت فاهم الموضوع غلط. ده يعني ينفع نقول ليس كمثله شيء ونقول انه عز وجل سميع ونقول انه خلق الانسان وجعله سميعا وهكذا. هذا هو الاساس الثاني، ياتي تفصيل لهذه الشبهه في ثنايا كلامي رحمه الله. يقول ان الاساس الثاني في هذا الباب ان كل ما ثبت له سبحانه وتعالى من الاسماء والصفات لا يماثل الله عز وجل فيها احدا من الخلق. وليس معنى هذا انه متى نسبنا صفه لله يمتنع ان نسبها للخلق، ان ننسبها الى الخلق او العكس، لا. ولكن اذا نسبناها الى الله عز وجل فعلى ما يليق به من الجلال والكمال، واذا نسبناها للمخلوق فعلى ما يليق به من العجز والضعف. يقول والاصل في ذلك ان ما يوصف الله عز وجل به ويوصف به العباد، نقول ان الله سميع والمخلوق سميع او يسمع، انه له، ان الله عز وجل عليم والمخلوق له علم، بصير والمخلوق له بصر وغير ذلك. فالاصل في ذلك ان ما يوصف الله عز وجل به ويوصف به العباد انما يوصف الله به على ما يليق به، ويوصف به العباد على ما يليق بهم. فالاشتراك انما هو في مفهوم الاسم الكلي، وذلك اذا اخذ الاسم مطلقا غير مضاف. زي مثال لما تقول راس وتسكت، في قدر انت فهمت من كلمه راس لكن مش مكتمل، فاذا اضيف صار مختصا لا يقبل الشركه. لما تضيفه يطلع في ذهنك ايه؟ الصوره التامه. دوت في اصطلاح العلماء بيسموه المتواطئ اللفظي. وان كان هو استخدم المصطلح المشترك اللفظي وبينهم في من حيث المعنى متقارب، لكن بينهم فرق طفيف، ان ممكن لفظ معين يطلق على معنيين ما لهمش علاقه ببعض خالص، ده يسموه المشترك اللفظي. زي لفظ القر يطلق على الحيض وعلى الايه؟ وعلى الطهر. لفظ القر يطلق على الحيض وعلى الطهر، فلا يسموه مشترك لفظي. انما لما نقول رأس نصبت للجبل وللطريق وللانسان، نقول ده كلمه رقص لوحديها كان افادت قدر من المعنى ولم اضيفت اكتمل، فنقول ده الصراحه العلماء بيسموه الايه؟ المتواطئ اللفظي، ان لفظ له معنى مجمل ذهني لا تكتمل صورته الا اذا اضيف، فنقول ان اللفظ ده من المتواطئ اللي هو له معنى اصلي لكن غير متضح المعالم ولا تتضح تفاصيله الا بالاضافه، فاذا اضيف صار مختصا لاكبر الشركه كما يقول. فاذا قيل علم تفرق لما نقول علم الله، وتفرق لما نقول علم الايه؟ البشر. علم لوحديها لها معنى، وعلم الله ده كده الصوره اكتملت عندنا ان علم الله له ما يختص به لا يشاركه فيه غيره، من انه علم ازلي وانه يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. طب لما نقول علم البصر ما زال ان العلم ان الانسان يعرف الشيء على ما هو عليه، ولكن هتيجي بقى ان علم البشر محدود وانه يستفاد بالتعلم الى غير ذلك من الايه؟ من الامور التي يختص بها علم البشر. فاذا قيل علم الله وقدره الله وإرادة الله، إذا كده احنا بنقول إيه؟ معاني مضافة إلى الله، فمعاني مكتملة لها خصائص لا يشاركوا فيها لما نقول علم البشر وقدرة البشر وإرادة الإيه؟ لو احنا نقول علم ونسكت يبقى لا هو ده ولا هو ده، ده القدر المشترك إيه؟ بينهما. واضح؟ يقول فإذا قيل علم الله
وقدرة الله وإرادة الله ونحو ذلك، كان المراد صفته الخاصة، صفته الخاصة به التي لا يشاركه فيها المخلوق. وإذا قيل علم العبد وقدرته وإرادته ونحو ذلك، كان المراد صفته الخاصة به التي يتنزع عنها الخالق جل شأنه. يبقى أنا إما أقول علم وسكت، أو أقول علم الله، أو أقول علم العبد. علم وسكت استفدت أصل معنى كلمة علم. علم الله خدت عرفت بقى حاجات تانية يختص علم الله بها لا يشاركه فيها علم البشر. كما لما نقول علم البشر برضو له صفات معينة وله حقيقة معينة تفترق عن علم الله تبارك وتعالى. فكلمة علم لا تساوي العبارة المركبة علم الله، لا تساوي العبارة المركبة علم البشر. وده يعني موضع الايه الذي يحل هذا الاشكال الموجود لدى بعض من لم يفهم هذه القضية. يقول: واذا فهم هذا الاساس الثاني على هذا الوجه البين لم يكن هناك موجب اصلا لنفي بعض الصفات الثابتة بالكتاب والسنة، بحجة ان اثباتها يوهم المماثلة بين الله وبين خلقه. طبعا بنكرر دائما ان من اهم خصائص اهل السنة خصيتين مرتبطين ببعض. الخصية الاولى انهم لا يصدرون عن رأي ولا يقررون قولا او يعتقدون عقيدة الا بعد الرجوع للكتاب والسنة. ورجوعهم للكتاب والسنة رجوع حقيقي، رجوع المعظم لهما المتلقي عنهما، بخلاف اهل البدع الذين جعلوا القرآن والسنة كالسلطان المخلوع او كالسلطان الضعيف ليس له الا الصكة والخب، كما قلنا من القيم رحمه ان هم جعلوا الكتاب والسنة زي ما يبقى انسان سلطان زمن السلاطين الضعاف يكتبوا اسمه على الفلوس ويدعوله على المنابر والذي يسير الامور غيره. فهو يقول لك تعظيم الكتاب والسنة، وبعدين تبص تلاقي الكلام كله قال الفيلسوف الفلاني، قال اهل الله، قال الشيخ الفلاني، قال طب اين يعني التعظيم الحقيقي للايه للكتاب والسنة. طب لما الانسان عنده تعظيم حقيقي للكتاب والسنة، فاذا ينتج من ذلك خاصية مهمة جدا، انهم يؤمنون بالكتاب كله ويجمعون بين نصوص الكتاب والسنة بعضها ببعض، ويفهمون بعضها على ضوء البعض الآخر، ويؤمنون أن جميعها قد خرجت من مشكاف واحد. الإنسان لما بيبقى له هوى في مسألة معينة، وده مشاهد حتى يعني مثلا الابن مع أبوه، الموظف مع رئيسه، يكون هوى في مسألة معينة ويجيله كلام محتمل يحاول يفسره على الايه؟ الاحتمال اللي يرضي شهوته أو هواه. فمثلا يديله امر مبهم ريح شويه يقول له انا فهمت ريح النهارده او هكذا. الانسان اللي مطيع فعلا يستفسر يعني ايه شويه طب إيه؟ لا سيما اذا كان دول مفسرين ايه في كلام تاني، ففي فرق وده موضع ابتلاء. وهذا من احد الحكم ان الله عز وجل جعل القران والسنه مش القضيه كده تلاقيها منصوص عليها، لا ده هنا في فتنه وابتلاء ان المسألة مذكورة في عدة مواضع هتدور عليها انت وتبحث وتكون حريص كل الحرص على ان تفهم كلام الله على مراد الله مش على مرادك انت، وكلام رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا تقول والله هو ده اللي فهمناه. طيب عايز ايه؟ انسان عايز يكسر فيحاول يفهم النص اللي فيه رخصة مع ان هو مفهوش رخصة. ده لو واحد فعلا اكتشف ان رخصة حقيقية، فان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عزائمه. لكن فرق بين واحد حريص ان هو يتبع الكتاب والسنة وبين واحد تاني عايز بس يرضي نفسه ويوهم نفسه يخدع نفسه ان هو يتبع الايه الكتاب والسنة. فأهل السنة جماعة يؤمنون بالكتاب كله ويجمعون بين الكتاب والسنة بعض بعض، لانه ملوش هوى مطبق، ما اعتقدش عقيدة وبينافع عنها وعايز يثبت بالعافيه ان دي موجوده في القران والسنه. يلوي اعناق النصوص زي ما تلاقي مثلا ده موجود قديما وحديثا. هتلاقي دلوقتي واحد بدا حياته اشتراكي ومن الله عليه بالالتزام، بس تلاقي التزام مشوه
فيه شواهد. مازال معجب بافكاره السابقه، يقعد يدور اي حديث ضعيف مش ضعيف عشان يثبت ايه؟ اما الاشتراكيه من الاسلام. وقد يفعل البعض ذلك ارضاء لبعض مثلا من يريد ان يفرض الاشتراكيه، تدور الاشتراكيه وتهدف يبقى الاشتراكيه مش من الاسلام. ويجي بعدها الراسماليه تبقى من الاسلام وهكذا. انسان ده انسان صاحب هوى وبيدور على النصوص عشان يقول لك اهي زي يعمل بدع، مثلا بدعه اللي اتكلمنا المره اللي فاتت على بدعه المولد مثلا. هو مش معظم للكتاب والسنه، ما دورش ابتداء بتجرد، ده هو طلع لا المولد ولازم المولد يتعمل. فلما لازم يتعمل هيقول لك كلام متعارض متناقض، لا هو طب لو كان خيرا لصرفونا اليه، لماذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول لك تواضعا. وهو هو نفسه اللي يقول لك ده كان بيحتفل بيه كل اسبوع بالصيام، طب ما لماذا لم يمنعه التواضع من الاحتفال الاسبوعي؟ ده انت ناقشت نفسك كلامه ايه؟ المهم يسكتك ليه وهيتعمل ايه؟ هيتعمل. ها؟ طيب ليه انت عدلت عن طريقه احتفال الاسبوعيه الى احتفال سنوي؟ او كده احسن. يبقى القضيه ان هو درس على عاده معينه وسوف ينتصر لها. وان رجوع للنصوص ليس رجوع حقيقي، ليس رجوع معظم للنصوص، ده انسان واخد قراره مطبق. القرار ده جاي نتيجه شهوه او هوى، الهوى ده متفاوت ما بين الكسل ما بين حب الزعامه. انسان قال قول معين وبقى راس فيه هيرجع ازاي؟ او تقليد الاباء والاجداد او الى غير ذلك من الايه؟ من التفاصيل. ده الواجب، وده ينطبق على قضايا الاعتقاد كما ينطبق على قضايا العمل، وان كان الامور تتفاوت في الخطوره بلا شك. فالواجب الرجوع الى الكتاب والسنه رجوع حقيقي، ما يبقاش الانسان اصل اصل او قرر قول او اعتنق فكره ويريد ان ينتصر له، فعايز يثبت انها من دين الله تبارك وتعالى. طيب فلذلك ينتج من هذا ان لو جاءت نصوص ظاهرها التعارض نقول نجمع نصوص ونفهم بعضها على ضوء الايه؟ على ضوء البعض الاخر، بحيث ان احنا نعمل النصوص كلها. هو ظاهرها التعارض ليه؟ لوجود انفصال في التعامل مع كل نص على حده. في الواقع ان لما بياتي نص يوضح نص قبله ده ليس تعارض، ولكن ممكن لبعد العهد او لعدم الوضوح او لغير ذلك من الايه؟ من التفاصيل يبدو ان هناك تعارض. مع قليل من التامل تكتشف انه ليس هناك ايه؟ ليس هناك تعارض. وطبعا الكلام عشان يبقى محدد جدا يفقد بهائه ككلام ادبي. وفضلا ان عندنا مساله في الايه؟ الفتنه والاختبار والابتلاء، هل سنسعى ونجتهد في ان نفهم الكتاب والسنه بعضها على ضوء البعض الاخر، ام اننا سنحاول ان نفرض فهما يخدم اهواء معينه. يعني ناخد مثال واضح جدا، والامثله الواضحه بتوضح لك ناد ونهي. لو جه واحد قال ويل للمصلين وسكت. طيب يقول لك ما هو القران قال ويل للمصلين. ها طب ما انت سكت ما كملتش الايه؟ الايه الذين هم عن صلاتهم ساهون. طب تفرق ايه بقى؟ لما يكون الكلام جاي في ايه والايه الثانيه بتوضحها، ما كل ده ايه؟ واجب الايمان به، واجب اتباعه. ها فلو جه واحد قسم الايه نصين افسد معناها بالضبط تماما لو خد آية وساب الثانية. لو خد آية وساب حديث، لو خد حديث وساب الثاني. لأن ده كله يوضح بعضه إيه؟ يوضح بعضه بعض. فأينما تصورنا تعارض لابد من البحث والتمحيص لينظر هل هذا التعارض حقيقي أم متوهم. لا يمكن أن يوجد تعارض حقيقي بين نصوص صحيحة ثابتة في القرآن أو في السنة. فالبعض توهم من عنده انه ما ينفعش نقول ليس كمثله شيء، وفي نفس الوقت نقول انه سميع بصير، مع انهم جايين في القران ايه؟ في ايه واحده. ده لو جيهم في ايتين كان واجب الجمع بينهم. فما بالك انهم جايين ايه؟ في ايه واحده. ليس كمثله شيء
وهو السميع البصير. ولذلك اعتبر العلماء هذه الآية هي عنوان واختصار وترجمة لعقيدة أهل السنة في باب الأسماء والصفات، لأنها بينت الأساسيين الرئيسيين في المسألة. احنا نتكلم أن الله عز وجل لا يجري أحد من خلقه، وأن نثبت لله ما إيه؟ ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. طب واحد يقول يستحيل، نقول له أنت فهمت الموضوع خطأ، بل هو يجب عليه بقى لو قال كده يعني يتهم عقله يسأل سؤال المستفهم، إنما عليه التسليم ابتداء إن هو اللي بيقوله ده هو اللي مستحيل. مستحيل إن الشرع يأتي بأمور إيه؟ متناقضة. يقول له أنت فهمت ليس كمثل شيء خطأ، فهمت ليس كمثل شيء يعني لا ولا حتى في الأسماء، لا ليس كمثل شيء، تفصيلها وارد بقى في الإيه؟ في الكتاب والسنة، إنه لا يبلغ صفاته أحد، لا يبلغ علمه أحد، لا يبلغ قدرته أحد سبحانه وتعالى، أن أسماءه كلها حسنى وصفاته كلها أعلى سبحانه وتعالى، ولا يجزي أحد من خلقه، وهذا لا ينفي أنه يمكن أن تنسب الصفة إلى الله عز وجل وينسب نفسها إلى المخلوق، لأن هذا في عرف أهل اللغة قبل أن يكون قاعدة شرعية مقررة لا يقتضي مشابهة ولا نحو. طبعا هناك أسلوب قديم حديث وهو ما يمكن أن تسميه بالإرهاب الفكري. دول بيجوا يعملوا إيه؟ هو لسفات في عقلك في فهم اللغة ابتداء قبل إيه؟ قبل فهم الشرع كمان. تصور إن التواطؤ اللفظي يقتضي المشابهة، يعني بينا إن ده في اللغة بغض النظر عن أسماء الله عز وجل وصفاته أصلا موجود في اللغة، يعني أن تقول رأس الأمر ورأس الطريق ورأس الجبل إلى المثال إحنا ذكرناه. فهو لفساد في عقل توهم إن ده يقتضي الإيه؟ أن التواطؤ اللفظ يقتضي الإيه؟ المشابهة. طيب تقول له ما الشرع أثبت الصفات، فهو يقول لك حاجة من اثنين هنا. خلاصة ما يظنه أن الإثبات والتنزيه لا يجتمعان، أن نثبت الصفات لله عز وجل وأن ننزهه عن مشابهة الخلق. هم قالك لا، دول ما ينفعش يجوا الاثنين مع بعض، يا تاخد الإثبات تثبت الصفات وحينئذ يلزمك أنها تقول أنها مثل صفات المخلوقين، يا تاخد التنزيه وحينئذ يلزمك أن تنفي الإيه؟ الصفات. واضح كده؟ بنقول دول توهموا أن لو قلت أن الله سميع أن المخلوق سميع أنه الاثنين زي بعض. احنا عندنا في الآية تاني نرجع ليس كمثل شيء وهو الايه؟ السميع البصير. حاجتين، اثبات وهو السميع البصير بايه؟ اثبات الصفات لله عز وجل، وليس كمثل شيء تنزيه لا عن مشابهة الخلق. يبقى عندنا حاجتين، اثبات وايه؟ وتنزيه. ما دام جم في القرآن الاثنين حتى لو مش في سياق واحد يبقى هما لا يتعارضان، ويمكن ان نجمع بين الاثبات والايه؟ والتنزيه. دول قالوا لا، قواعد اللغة تأبى الجمع بين الإثبات والتنزيه، ده تسفع قلوب، توهموا أنك لو أثبت الإثبات يقتضي عندهم التشبيه، إن لو قلت أن الله سميع والمخلوق سميع ده الاثنين زي بعض، يبقى الإثبات عندهم يساوي الإيه؟ التشبيه. فقال لك اختار حاجة من اثنين، إثبات الذي هو الإيه؟ عندهم هو الإيه؟ التشبيه، يعني اختار التنزيه، أنك تنفي مشابهة الله للخلق وفي الحالة دي تنفي الايه؟ الصفات ابتداء. مفهومة ديت؟ طيب يبقى هما ممكن تصوغ الكلام بعدة عبارات، توهموا ان الاثبات والتنزيه ايه؟ لا يجتمعان، او ان الاثبات يقتضي الايه؟ التشبيه. طب من اين لكم هذا؟ الشرع جمع بين الاثبات والتنزيه، فيجب ان نسلم للشرع وان نؤمن بانه يمكن ان نثبت الصفة مع اعتقاد ايه؟ تنزيه الرب جل وعلا. قالوا لا، هذه قطعيات عقلية، والكلمة قطعيات عقلية دي تحط تحتها بقى مليون خط، ان هما كل ما هيجي هيقول لك ايه؟ قطعيات عقلية، عايز تخلي الدين يفسد، عايز تخلي ان الناس يقولوا ان الدين يأتي بما يناقض العقول، فيوم كله يسكت.
ذلك القضية دي تحتاج ان احنا نفردها يعني بالكلام. مسألة انه ليس في الدين ما يناقض العقول، ولكن كل ما توهموه كان الوهم من جهتهم، وده احد الامثلة. احنا لن نسلم لهم ابتداء بان دي قطعيات عقلية عشان ندخل في المشكلة اللي هم دخلوا فيه. مين اللي قال ده؟ هو العقل واللغة بيقول ان هذا ان الصفة الواحدة كلما نسبت الى ذات اخذت كيفية ايه مختلفة تماما. فعلا نقول لأن الاثبات والتنزيه يجتمعان، ويمكن انك تعتقد الاثنين مع بعض، وان احنا نثبت الله الصفة، وانا اعتقد ولا حرج في ان تنسب الصفة لله عز وجل وينسب مثلها للمخلوقين، مع اعتقاد ان كيفية صفات الله عز وجل لا تشابه كيفية صفات المخلوقين، وهذا هو نفي المثل والشبيه والنظير المقصود في الكتاب والسنة. طب ليه ما تقولش ان نفي المثل والشبيه والنظير المقصود هو نفي ان يشاركه احد في مسمى اسمائه او مسمى صفاته؟ نقول له لان ده يقينا بقى غير مراد، لان الله عز وجل سمى بعض خلقه عليما وسمى بعض خلقه حليما، ووقف البشر بما وصف به نفسه. فاذا تأكدنا ان هذا المعنى غير ايه؟ غير مراد، وعلمنا ان المراد من نفي المثل والشبيه والنظير هو انه لا يشبه احدا من خلقه في كيفية صفاته سبحانه وتعالى. يقول وبذلك يدل الاشكال. نقول له طبعا هو بعد كده بعد وقعوا في ورطة ان قال لك اختار بين الاثنين، يتاخد الاثبات يتاخد الايه التنزيه، ففريق منهم يعني دي الشبهة الرئيسية في المسألة، ان الاثبات يقتضي الايه توهمهم ان الاثبات يقتضي التشبيه، وانه يتعارض مع الايه مع التنزيه. فلذلك قال لك اختار لك حاجة من الاثنين، يتاخد الاثبات الذي هو عندهم هو عين التشبيه، يتاخد الايه التنزيه الذي هنسميه احنا بعد كده تنزيههم ده هنسميه تعطيل، لان هو فهمه من التنزيه ان ايه يعطل نصوص الصفات. طيب فايه قال لك احنا هنختار الاثبات ويثبت الصفات، ويقول عن الله له يد كأيدينا وجهك وجوهنا الى غير ذلك، ودول العلماء يسمونهم بالايه المشبه، سموهم المشبه، ودول انقرضوا الحمد لله بارك الله. الفريق الثاني قال لك لا احنا هنختار جانب الايه التنزيه، اللي هو عندهم هيبقى النفي والتعطيل، يقول لك عشان نعتقد ونخلص عقيدة ان الله لا يشبهه شيء ان احنا هننفي بقى كل الايه الصفات. طب عنده ورطة ده وده، المشبه عنده ورطة والمعطل عنده ورطة، بقية النصوص ودي ورطة بيقع فيها كل المبتدعين، اي مبتدع بياخد طرف من النصوص التي توافق هواه ويرد الايه الطرف الاخر. طب هتعمل ان النصوص واردة من كتاب السنة ماذا تفعل فيه؟ لكن دايما تلاقي في معظم الابواب في بدعة وفي ايه ضدها الناحية التانية، التشبيه والتعطيل، في القدر هنلاقي القدرية والجبرية وهكذا، والاثنين دول مستحيل حد منهم يقنع التاني، لان كل واحد عنده عورة. ده هيقول لذا ليس كمثل شيء، التاني يقول له كمل الايه وهو السميع البصير، يبقى ده امن بشطر ايه وكفر بالشطر التاني، والتاني الايه العكس. مفيش واحد منهم يقيم حجة، يعرف يقيم الحجة على التاني، ده مع طرف من الادلة والطرف التاني رده والاخر ايه مثل. ولذا عقد الامام ابن القيم رحمه الله في كتاب شفاء العليل في مسائل القضاء والقضاء وحكمة التعليل، وهو كتاب في علق قضية القضاء والقضاء، ودول برضو فيها ايه قضيتين، في جبرية وفي قضرية. فعقد فصل بعنوان مناظرة بين قضرية وجبرية، ده احتج على ده بالآية دي التانية، راح احتج عليه بالآية التانية في الآخر. بيقول رحمه الله ولو أخذ هذا بالحق الذي عند ذاك وذاك بالحق الذي عند هذا لخرجوا من منهج أهل السنة، وهذا لا يصدق على هذه القضية فحسب، بل يصدق على كل القضايا. لو إن الناس جمعت بين الأدلة لا خرجوا من منهج إيه؟ بمنهج أهل السنة. فتلاقيهم الواحد منهم بياخد طرف من الأدلة
طبعا ما دام خده لوحده هيفهمه على طريقه وايضا المصلي ويرد الطرف الثاني تماما. فالورطه في طريقه رد النصوص الثانيه بعضهم بيبقى فج ان ايه يسكت اذا وجد بالايات يقول لك يعني هذه مصروفة عن ظاهرها، هذه لا ندري ما معناها. معلوم بيتكلف معاني في غاية الايه البعد حتى تستقيم مع آرائي. اما اهل السنة الجماعة فيجمعون بين النصوص الكتاب والسنة ويفهمون بعضها على ضوء الايه البعض الاخر. ده هم عندك له يعني فروع كثيرة جدا في كل القضايا تقريبا. يقول وإذا فهم هذا الأساس الثاني على هذا الوجه البين لم يكن هناك موجب أصلا لنفي بعض الصفات الثابتة بالكتاب والسنة بحجة أن إثباتها يوهم المماثلة بين الله وبين خلقه، وذلك لأنها إن أطلقت على الله عز وجل فملت على ما يليق به مما لا يماثل صفة المخلوق، وإذا أطلقت على المخلوق حملت على ما يليق به مما لا يماثل صفة الخالق، وحينئذ لا نحتاج إلى التعسف في تأويل هذه النصوص وصرفها عن معانيها المتبادرة منها. ما هو لما الورقة بقى هيتعسف في إيه؟ في فهم نصوص الإثبات، لو هو خد جانب التنزيه على مفهومه هو اللي هو الإيه؟ التعطيل، تجد لهم تعسفات شديدة جدا في معاملة نصوص الصفات، فيأتي الكلام عليها إن شاء الله. يقول وحينئذ لا نحتاج إلى التعسف في تأويل هذه النصوص وصرفها عن معانيها المتبادرة منها، لا سيما وأن هذه النصوص في الكتاب والسنة من الكثرة والصراحة بحيث لا يمكن تأويلها. فدي قضية تفرق برضو، يعني لو إن إنسان أول حديث ورد في مسألة فقهية نحو ذلك هذا غير مسك غير مرضي عند أهل السنة، لكن ممكن تلتمس له الإيه العذر في إن أو يعني مخالفته ليست حجة، إنه يتصور مثلا إن حديث ما يعني يفهمه على غير وجهه أو يفهمه بطريقة بعيدة عن المراد منه، لكن إنه يأتي البعض ويزعم إن معظم نصوص الكتاب والسنة قضية زي قضية إثبات الصفات، ده لا تكاد تخلو صفحة من صفحات المصحف من ذكر أسماء الله عز وجل وصفاته. فآيات الأحكام تختم إن الله كان سميعا بصيرا كان عليما حكيما وهكذا، ولأن الأسماء والصفات لها أثر فيأتي الإشارة إليه. فالنصوص دي كلها عندك غير مرادة، ولو إن الإنسان فهمها على ما يبدو منها كده يعتقده إلى الكفر. ما كلامهم اللي يقول ان الله سميع هيبقى زيه زي المخلوق ده ايه عندهم افحش انواع الكفر، يعني كل صفحه من صفحات المصحف فيها كفر والعياذ بالله، لم يبينه الله ولم يحذر العباد منه ولم يبينه رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يحذر العباد منه. فتصور ان توجد نصوص في الكتاب والسنه كثيره ككثره نصوص الصفات وصريحه ظاهرها غير مراد، ده عبث ومن اشد انواع سوء الظن بالله والعياذ بالله. ذلك يقول ولا سيما وان هذه النصوص في الكتاب والسنه من الكثره والصراحه بحيث لا يمكن تاويلها الا اذا اعتبرنا الشرع كله احاجي والغازا. وده بقى كده هيبقى يعني ان الشرع عمال يقول حاجات وما بيقولش ايه المتبادر منها لغايه ما يجي ناس في المئه الثالثه او الرابعه يقولوا الحقوا الكلام الذي لا تخلو منه صفحه من صفحات المصحف، هذا يهم الكفر ويعني حذر من ان يعتقده احد. قل الا اذا اعتبرنا الشرع كله احادي والغازه لا يدل لفظ منه على معنى، وهذا اتهام للشرع بان خطابه غير مفهم ولا مبين ولا دال على الحق الذي يجب اعتقاده. ولهذا تجد الذين عمدوا الى تأويل هذه النصوص بحجة ايهامها التشبيه لم يتفقوا على تأويل واحد،
بل ذهب كل فريق منهم فيها مذهبا يلائم أصول نحلته، فالفلسفي له فيها تأويل، والمعتزلي له تأويل، والأشعري المعطل له فيها كذلك تأويل. هل يعقل أن توصف هذه التأويلات مع اختلافها وتناقضها بأنها الحق الذي أراد الله منا أن نعتقده من هذه النصوص؟ كلا، بل الأقرب إلى الفطرة والعقل والمنطق أن يفهم من هذه النصوص معانيها التي دلت عليها بمقتضى الوضع اللغوي لهذه الألفاظ، ثم ينفى الكيفية والتشبيه عنها. المقصود بنفي التشبيه أن الله عز وجل لا يشبه أحدا من خلقه، ونفي الكيفية أي نفي العلم بالكيفية. زي احنا عندنا حاجتين، احنا لا نعلم ابتداء كيفية صفات الله عز وجل، وهذا من باب أولى أنها لا تشبه صفات الايه؟ البشر. هيقول لك طب واحد تاني يقول لك انها لا تشبه صفات المخلوقين ولكنها بكيفية كذا وكذا، قل لا، مش معلومة الكيفية ابتداء، هو مقطوع انها لا تشبه صفات الايه؟ البشر. طب ايه كيفيتها؟ ما هل في كيفية تانية؟ ولكن اكيد هي لها كيفية، لكن هل في كيفية معلومة؟ هل نعلم كيفية صفات الله؟ نقول انها لا تشبه صفات البشر لكن نخوض فيها، نقول كيفيتها كذا وكذا وكذا. لا، هذا الباب لا يعلمه احد، وقد طوى الله عز وجل علمه عن العباد ولا يحيطون به علما. فاذا عندنا هنا في هذا الباب نفي التكييف ونفي التشبيه، بس بنعني بنفي التكييف نفي علم الكيفية، نفي ان يكون البشر او ان يكون الله عز وجل قد اطلعنا على كيفية صفاته سبحانه وتعالى. ونفي التشبيه بنعني به كما هو معلوم ان الله عز وجل لا يشبه احدا من خلقه. يقول فاذا كان الله قد وصف نفسه مثلا بالاستواء على العرش وبالمجيء يوم القيامة وبان له وجها ويدين وعينين وبأنه يحب ويرضى ويكره ويسخط ويرحم ويغضب، وإذا كان قد وصفه رسوله صلى الله عليه وسلم بأنه ينزل إلى السماء الدنيا ويدنو من الحجاج عشية عرفة وبأنه يضحك ويعجب إلى آخر ما جاءت به النصوص الصحيحة من صفات الذات وصفات الفعل، تقسيم الصفات إلى صفات ذات وصفات فعل يأتي الكلام عنه إن شاء الله. فيجب أن يحمل ذلك كله على حقيقته دون أن يفهم منه التماثل بين الله وبين خلقه في شيء من هذه الصفات، فإن حقائقها بالنسبة لله عز وجل غير حقائقها بالنسبة للمخلوقين، فاستواءه ليس كاستوائهم ولا مجيئه كمجيئهم ولا يده كأيديهم ولا حبه ورضاه كحبهم ورضاهم، فإن الاشتراك في الأسماء لا يقتضي تماثل المسميات. يقول رحمه الله الأساس الثالث أن صفاته سبحانه صفات كمال كلها، فهو موصوف بصفات الكمال التي لا غاية ورعاها، بريء من سمات النقص والاحتياج والحدوث، والواجب أن يثبت له سبحانه أقصى ما يمكن من الأكملية بحيث لا يكون هناك كمال عار عن النقص إلا هو ثابت له نستحقه بكمال ذاته ويتنزه عن الاختصاص بضده. وضابط ذلك أن كل كمال ثبت للمخلوق وأمكن أن يتصف به الخالق كان الخالق أولى به، وكل نقص تنزه عنه المخلوق فالخالق أولى بالتنزه عنه. ولكن ينبغي أن يعلم أن الكمال لا يكون إلا أمرا وجوديا، أما الأمور السلبية أو العدمية فلا تكون كمالا إلا إذا تضمنت أمورا وجودية، فإن العدم المحض ليس بشيء أصلا فضلا عن أن يكون كمالا. ولهذا لم يرد في الكتاب ولا في السنة صفة سلب إلا وهي متضمنة إثبات ما يضادها من الكمال، فنفي العجز مثلا في قوله تعالى ما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض متضمن لإثبات كمال قدرته. قضية مهمة إن يعني لو حتى في البشر ولله المثل الأعلى، ما حد بيجي يمدح حد يقول هذا ليس بصارخ ولا بذان ولا ضعيف
ولا كذا. هذا يعني لا يقال في المدح. وانما المدح مثلا يقال ايه؟ ان هذا رجل امين لم يخن قط. فيأتي النفي لتأكيد الايه؟ الاثبات. انما النفي المحض ليس ايه؟ ده هو الى الذم اقرب منه الى الايه؟ الى المدح. وهذا من خذلان المتكلمين ان هم يفصلوا في النفي، يقولوا ان الله لا يأكل ولا يشرب ولا ينام ولا كذا، يفصلوا في النفي جدا ويجوا في الاثبات يقللوا جدا. وهذا عكس كتاب السنة. كتاب السنة الاصل فيها ذكر محامد الرب عز وجل بالاثبات، باثبات صفاته. والنفي يأتي تأكيد للاثبات وليس لانه يأتي نفي مجرد. لهذا ان من تمام قدرة الله عز وجل انه لا يعجزه شيء. شو لأن الله ليس بعاجز، لا يعجزه شيء. وهكذا. فالنفي يأتي لتأكيد الاثبات. واما النفي المحض فلا كمال فيه، بل هو الى الذم اقرب منه الى المدح. ونفي السنة والنوم في قوله تعالى تأخذه سنة ولا نوم لإثبات كمال حياته وقيوميته. ونفي الشريك والند والصاحبة والولد لإثبات كمال عظمته سبحانه، لإثبات كمال غناه وعظمته سبحانه وتعالى. والمتتبع لصفات النفي التي وردت في الكتاب والسنة يجدها مجملة في أغلب أحوالها، لا يقصد بها إلا نفي المثل والشبيه عنه سبحانه، كقوله من سورة مريم عليه السلام: هل تعلم له سمية، أي مساميا يساميه أو نظيرا يستحق مثل اسمه. وكقوله من سورة الشورى: ليس كمثل شيء. وكقوله في سورة الإخلاص: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأما صفات الإثبات فإنها ترد على سبيل التصفير لأنها مقصودة لذاتها، ومن هنا كان الواجب أن نقتصر من صفات السلب على ما ورد في الكتاب والسنة، ولا نتوسع فيها بحجة المبالغة في التنزيه كما فعل الجهمية من الفلاسفة والمعتزلة ومتأخري الأشعرية. فإن هذا التوسع في صفات النفس قد يفضي إلى نفي الواجب نفسه جل وعلا. يعني أحيانا يتكلمون هم المبالغة في صفات النفس إلى أنهم وكأنهم يصفون العدم، بل هذا واقع. يعني قول الجهمية أنه ليس داخل العالم ولا خارجه، بيصف بعض الصفات الحق الثابتة من كثرة مبالغتهم في الإيه؟ في النفي. وحتى ما ينفونه من صفات منفية فليست السنة هو المبالغة في ذكر النفي، بل الأصل هو المبالغة في ذكر الإيه؟ الإثبات. ويأتي النفي تأكيد له. يقول: حيث لا يعقل وجود ذات تتصف بكل هذه السلوب التي يقررها هؤلاء في كتبهم من أنه تعالى ليس بداخل العالم ولا خارجه ولا كم له ولا كيف ولا أين، أي لا مكان ولا مقدار ولا صورة، ولا يشار إليه ولا يجوز عليه الاتصال والانفصال والقرب والبعد، ولا هو في جهة ولا مكان، وليس بذي حد ولا نهاية، ولا يصعد إليه شيء ولا ينزل من عنده شيء، ولا يقبل الحركة والسكون والمجيء والإتيان والصعود والنزول، إلى غير ذلك مما سموه تنزيهات. وهو في واقع الأمر ليس إلا تعطيلا للذات وجحدا لوجودها الحق تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فبذلك يكون قد انتهى الشيخ من ذكر الأسس الثلاثة التي رآها أنها أسس للإيمان بهذا الباب. وكما ذكرنا يعني قد تختلف عبارات العلماء في ذكر ضوابط الإيمان بهذا الباب، ولكنها كلها تدور حول هذه المعاني، أن هذا الباب باب توقيفي يرجع فيه إلى الكتاب والسنة. وإن عندنا ما ذكره في الأساس الثاني، يعني هو الأساس الأول أكد فيه أن الباب ده باب توقيفي، وفي الباب الثالث أكد أن في الأساس الثالث أكد أن صفات الله عز وجل صفات كمال، ونوه على خطأ المتكلمين في قيلهم في النفس
وإجمالهم في الإثبات، وهذا عكس طريقة الكتاب والسنة. وأما الأساس الثاني فهو يتضمن في ذاته ثلاث قواعد مهمة، لعل يعني جملة ما ذكره في الأساس الثاني يفصل في كثير من المواضع. الأساس الثاني ده في حد ذاته ثلاث قواعد: الإثبات والنزيه وقدر وقطع الطمع عن إدراك الكيفية. كل ده ذكره في ثنايا كلامه على الأساس الإيه الثاني، أن الذي يحكم هذا الباب اعتقادنا بإثبات الصفات التي وردت في الكتاب والسنة، وتنزيه العز والجل عن مشابهة الخلق، وقطع الطمع عن إدراك الكيفية. ونكتفي بهذا القدر.